عارفة ان احنا المفروض ما نتكلمش، وعارفة ان مكالمتي بالذات دلوقتي ممكن تضايقك. كل واحد له حياته وبقى في دنيا بعيدة عن التاني، وسكك صعب قوي تتلاقى، وصعب قوي تتلاقى زي الأول، بالذات في دنيا بتجري بالشكل ده. مش عارفة أنا بقولك الكلام ده ليه. يمكن لو الواحد ما قالش اللي في مخه احتمال يتجنن. هو ممكن يصحى يلاقي نفسه في عالم تاني زي ما حصل معانا كده. غريبة قد ايه بنتغير، مع ان مفيش حاجة بتتغير فعلاً.